ضربت بالهلال وأخوها ربوا عنا في المخيم هذا. طويل العمر ريم أنا ما بقولها من جانب ضعف بس بقول من جانب قوة. ريم فقدت أمها وأبوها في الحرب ويعني حسب ما أبلغنا إنها شافتهم يوم تنفذهم يعني ماتوا قدام عيونها. ولهذا السبب طويل العمر إحنا يعني ارتئينا نحن يقول لها معاملة خاصة عنا في هيثلال أحمر خاصة بالمخيم. وهي بنتنا طويل العمر وتعتبر واحدة اليوم من بنات الإمارات. نعم. إيه والله. وحسب علمي طويل العمر أن وجهتوا أنكم تتبنون هي وأخوها. الحين معنا. عبد الكريم. الحين مع الشيخ المرا. ها؟ بتروح. ها؟ هي وأخوها طويل العمر. دكتور الشيخ وجهني. الشيخ وجه المبر ان شاء الله نخلص جراته ويتربون عند الشيخ في البيت ان شاء الله.